عم حسن أو عمدة المباركية كما يطلقون عليه، هو أقدم العاملين في هذه السوق. يبيع هذا الرجل السبعيني التمر هنا منذ أكثر من 5 عقود. تربطه بالمكان علاقة خاصة دفعته لوصفه بقلب الكويت. سوق عامي رب العالمين، أيام الإيد غير الإيد، مستشفى مدينة هذه على عيون الكويت، هذه عاصمة الكويت. أي واحد طبي بالكويت ما طبي المباركية مو كويتي، هذه كويت، هذا أصلنا فصلنا هذا. يزخر سوق المباركية الكائن وسط المدينة بكل المنتجات المنزلية والغذائية والشخصية، وهو مقسم لأجنحة مختلفة لترضي كافة الأذواق. بنلاقي فيه كثير أشياء تراثية بالكويت غير عن المولات، مولات ماركات بتلاقيها في كل دول العالم، يعني وين ما تروحي بالأردن بالإمارات بلاد بتلاقي نفس الماركات، عرفتي؟ أما سوق المباركية لا، المعالم القديمة، اللبس القديم الكويتي، الأكل التراثي الكويتي. لا تقتصر السوق على المشتريات فحسب، بل يجد فيها البعض مزاجاً خاصاً على مجالس مقاهيها الشعبية، حيث تعد ملتقى رجالات الكويت لمناقشة قضايا مجتمعية وسياسية. الأجيال الجاية إن شاء الله يتذكرونها ويعرفون إنه شنو المكان هذا، مو من ناحية تقولي قهوة بس، في ناس يقول بس قهوة، لا، من ناحية فيها أشياء كانت بيع وتجارة وسياسة، وفيها يجتمعون أهل الكويت فيها. تتميز سوق المباركية بطابع هندسي من طراز قديم، إضافة إلى طبيعة حوانتها وأسقفها المصنوعة من أنواع خاصة من الخشب لوقاية ملتادي السوق من حرارة شمس الصيف وأمطار الشتاء. تعتبر سوق المباركية من أقدم أسواق الكويت، وهي بمثابة قبلة لأهل البلاد والمقيمين فيها وزائرها، فنادرة هي الأماكن التي تتوفر فيها كل الاحتياجات وبأسعار تناسب جميع الطبقات، ميزات جعلت من هذه السوق مقصداً ترفيهياً وأثرياً وتجارياً. رفيدة ياسين، سكاي نيوز عربية، الكويت.